السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نص الوضعية تقول: تناولت على الفطور قطعة خبز بها نشاء مع كمية من الزبدة تحتوي على الدسم. التعليمات: على أي مستوى يتم هضم كل غذاء؟ 2- اذكر الإنزيم المتدخل في هضم كل غذاء. 3- ما هو الناتج النهائي لهضم كل غذاء؟ الإجابة: على أي مستوى يتم هضم كل غذاء؟ بالطبع الخبز به بروتين اللي هو جلوتين، لكن عندما أعطانا الغذاء اللي هو النشاء راح نتكلم فقط على النشاء. إذن يتم هضم النشاء على مستوى أولا الفم، ثم على مستوى المعي الدقيق. أما الدسم فيتم هضمه على مستوى المعي الدقيق. ثانيا، أذكر الإنزيم المتدخل في هضم كل غذاء. بالنسبة للغذاء الأول اللي هو النشاء، يتدخل على مستوى الفم الأميلاز اللعابي، ويتحول النشاء إلى سكر شعير أو مال في المحطة الثانية. يعني الإنزيم اللي يتدخل في المرة الثانية لتحويل المالتوز هو المالتاز. يتدخل هنا المالتاز في الأمعاء الدقيقة. أما إذا كان النشاء لم يهضم في الفم، أكيد رايح يبدأ الهضم بتاعه في المعي الدقيق تحت تأثير إنزيم الأميلاز البنكرياسي على مستوى الأمعاء الدقيقة قلنا، ثم يتحول إلى سكر شعير أو مالتوز. من سكر شعير راح يتحول أيضا بفعل مالتاز، إنزيم المالتاز، كي يصبح أبسط صورة. الآن نأتي إلى الدسم. الدسم قبل أن يتحول إلى أبسط صورة يجب أن يصبح بشكل مستحلب، يعني تحت تأثير العصارة الصفراوية. بعد ما يصبح مستحلب يتدخل هنا الإنزيم الذي يدعى الليباز. ثالثا، ما هو الناتج النهائي لهضم كل غذاء؟ بالنسبة للناتج النهائي لهضم النشاء هو سكر العنب أو الجلوكوز. أما الناتج النهائي لهضم الدسم هو أحماض دسمة زائد غليسيرول.